هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم رمضان كريم. الحمد لله الذي أعاد علينا هذا اللقاء، نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. ثم أقول بالله التوفيق، نواصل حديثنا عن الدعاء. وما أدراك ما الدعاء؟ الدعاء الذي قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبره مخ العبادة، بل اعتبره في حديث آخر العبادة نفسها. لماذا؟ لأن الدعاء فيه تذلل لله سبحانه وتعالى، هو محض العبادة، ولذلك هو أقرب وأعظم رابط يربطك بربك يا أيها المسلم يا أيها المؤمن. والله سبحانه وتعالى تكفل باستجابة هذا الدعاء، فقال سبحانه وتعالى في آيات الصيام كما رأينا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي آية أخرى قال المولى سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. يعني استجابة الدعاء مضمونة بإذن الله سبحانه وتعالى، مقررة. فالله سبحانه وتعالى تكفل باستجابة الدعاء، وعلى المسلم المؤمن ألا يستعجل الإجابة. ما يقولش أنا راني دعيت وربي أنت ولا استجاب لي. أنت أوثق وثوق كامل أن ربي سبحانه وتعالى سيستجيب لك، حتى أنه من الأداب ألا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت. لا، حقق الدعاء: اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم تولى أمري، بالجزم لا بالتعليق، لأنك يجب أن تثق أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك، سيستجيب لك إما عاجلا بالتو. وهناك من الناس من إذا دعا أجيب توا. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذو طمرين مردود على الأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وكان يحلف على ربي يقول له: يا ربي بعزتك وجلالك أن تفعل كذا وكذا، فإن الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك الأمر. مر أحدهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فإذا برجل
ساجد للمولى سبحانه وتعالى، وماذا يقول؟ يقول: وعزتك وجلالك لن أرفع رأسي حتى ينزل الغيث، فما رفع رأسه حتى نزل الغيث. يعني قلنا الناس، هناك من الناس من لهم علاقة وطيدة بالله سبحانه وتعالى، إذا كلمه أجابه، إذا سأله أعطاه، إنعم، رغم أنه لا قيمة له عند الناس، فورا يستجاب له. الرجل هنا في بلادنا في صفاقس خرج الناس للاستسقاء، فأحدهم ماذا قال؟ قالوا: اللهم بمحبتك لي أغثنا، فنزل الغيث مباشرة. فقال له الناس: من أين لك إن الله يحبك؟ فقال لهم بكامل الأريحية: أنا أحبه فهو يحبني، خلاص ما ثماش حسابات، أنا نحبه ويحبني، نطلبه يعطيني. أعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، انسى الله في الرخاء ينساك في الشدة. ما الاستجابة فورية، وهناك استجابة مؤجلة، متى؟ يوم القيامة. ربما بذلك الدعاء يفرج الله سبحانه وتعالى عنك من كرب يوم القيامة ما شاء الله. وكرب يوم القيامة إذا قسناها بكرب الدنيا ومشاقها، نجد أن كرب الدنيا لا تساوي شيئا أمام هذه الكرب العظيمة في يوم القيامة، وقال الله سبحانه وتعالى شرها. أو أن الله سبحانه وتعالى بدعائك له سبحانه ماذا يفعل؟ يؤخر عنك شرا مستطيرا ربما كان سيصيبك. بذلك الدعاء يبعده الله سبحانه وتعالى عنك، أو يقدم لك خيرا أكثر وأعظم مما طلبت منه سبحانه وتعالى. ما عليك إلا أن تدعو وتترك الإجابة لله سبحانه وتعالى. تعرفوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ قال: أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. شو معناها؟ معناها أنا متيقن أن ربي سبحانه وتعالى عندما أدعوه فإنه سيستجيب لي. ملا علاش قلق يا أمير المؤمنين؟ منيش قلق؟ قال: أنا قلق من الدعاء نفسه، من الدعاء نفسه، لأن الدعاء منين خارج؟ يا هل ترى من قلب، من عروش القلب نافذ، وإلا من الشفتين فقط؟ إذا كان من القلب ثقة في أن الله سبحانه وتعالى سيستجاب له، وأما إذا كان من الشفتين فعلينا أن نراجع نفسنا. نلتقي بعد فاصل قصير بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس له مثيل. ما قلنا ما نستعجلوش الدعاء، ما نستعجلوش الإجابة، ثقة في الله سبحانه وتعالى أنه سيستجيب لك بإذنه وتوفيقه ورحمته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى أرأف بنا من أمهاتنا، سبحانه لا إله إلا هو.
وقت اللي تزيد على الدعاء الثناء والحمد والشكر، ذلك مدعاة إلى أن يكون دعاؤك بإذن الله سبحانه وتعالى مقبولا قبولا تاما. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أفضل الدعاء يوم عرفة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقال الصحابة رضي الله عنهم: هذا ثناء وليس دعاء يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما سمعتم الله يقول في الحديث القدسي: من شغلته أو من شغله الثناء علي عن مسألته كفيته مسألته. سبحانك ما أعظمك وما رحمك يا رب. أنت وقت اللي تثني على ربي وتشكره وتمدحه وتحمده سبحانه وتعالى، ما في قلبك الداخل تحب حاجة، وأنت انشغلت عن ذلك الطلب. المطلع على سريرتك الذي يحبك ويرأف بك أكثر من أمك يستجيب لمسألتك. هل هناك رب أعظم من هذا الرب سبحانه وتعالى؟ هل هناك أرحم منه؟ أبدا سبحانه وتعالى. فعلينا أن نثق فيه وأن نطلبه. قال صلى الله عليه وسلم: اسأل الله ولو أن يخصف لك شراك نعلك. أبي معناها وقت اللي تقطع الصير متاع صندالك تسأل: يا ربي أعني عليه، ما أكثرش من هل التوجه لله سبحانه وتعالى. وثق أنك إذا ناديته سبحانه وتعالى بأحد أسمائه الحسنى فهو يستجيب لك. خلاص، أبوابه 99 باب وهي الأسماء الحسنى، الباب اللي تطرق عليه يستجيب لك. زوج أخوة مروحين من تونس إلى صفاقس، وسائق السيارة يسرع إسراعا مفرطا، بين قوسين هدؤوا من السرعة، هدؤوا من السرعة، فأرواحنا أمانة بين أيدينا. من فرط السرعة انقلبت بهم السيارة. الحرس الوطني الذي رأى الحادث يقول: رأيت السيارة تطير بين السماء والأرض في الفضاء 3 أو 4 مرات، تنقلب ثم ارتكزت على عجلاتها الأربعة، وذهب الحرس لينظر هل أصاب الراكبين سوء، فوجدهما سالمين، لم يصب أحدهما بخدش. فاندهش يسأل فيهم: لبس عليكم يا ولدي؟ قلوا: لبس علينا. ما هو السر يا ترى؟ السر قاله سائق السيارة، قال: بينما أنا ماسك بمقود السيارة والسيارة تطير بنا بين السماء والأرض، كنت لا أسمع إلا قول أخي بجانبي وهو ينادي الله سبحانه وتعالى باسمه اللطيف: يا لطيف يا لطيف يا لطيف. فلطف الله سبحانه وتعالى بهما. يستحيل تناديه باسمه اللطيف ولا يلطف بك أبدا سبحانه وتعالى. كل الأبواب الأخرى اقرأها والله يسمع دعاءك ويستجيب لك بإذن الله سبحانه وتعالى. يا عفو واعفو عني، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا مغني اغنني اغنيني عمن سواك، إلى غير ذلك من الأسماء 99. اطرق الأبواب يستجاب لك، ادخل عليه. حتى إذا أحط نفسك بالذنوب فلا تيأس، لا تيأس. سهل التستري رحمه الله بينما كان مسافرا في قافلة من القوافل وطالب علم عالم العلماء، اعترضتهم
قافلة من اللصوص من قطاع الطرق فقطعوا عنهم طريقهم وسلبوهم أموالهم، وفي مرحلة من مراحل الراحة لاحظ سهل التسري أن كل الناس يأكلون إلا قائد اللصوص العقيد متاعهم الكبير ما يأكلش، فذهب له وسأله لماذا لا تأكل كما يأكل أصحابك؟ قالوا أنا صايم اليوم خميس. نعم نعم يا سيدي، أنت تقطع في الطرقات وتفك في أموال الناس وصايم الخميس. إيش قالوا؟ قالوا يا سهل، لم أرد أن أغلق كل الأبواب بيني وبينه، تركت باب الصوم لعلي أدخل منه عليه. بعد مدة 4-5 سنين ذهب سهل التسري لمكة إلى مكة المكرمة للحج، فإذا بذلك اللص يطوف بالكعبة. قال ورأيت يا سهل، لقد دخلت عليه من باب الصوم. فادخلوا على ربكم سبحانه وتعالى من كل أبوابه ستجدوها مفتوحة بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول القائل الآن إيش بينا؟ في بعض الأحيان ندعيه ولا يستجاب لنا، أي نسمع الجواب من عند سيدي إبراهيم بن الأدهم رحمه الله. إبراهيم بن الأدهم من علماء البصرة، هو ماشي في شارع من شوارع البصرة والتف حوله سكانها، يا أبا إسحاق أليس الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم؟ فقال بلى. قال فما لنا ندعو ولا يستجاب لنا؟ فقال رضي الله عنه يا أهل البصرة، والخطاب لنا كلنا، يا أهل البصرة ماتت قلوبكم في 10 أشياء. قلبك يا مسلم كيموت ويقسو، اللي هو أداة الاتصال ما بينك وبين مولاك، يولي ما يعديش المعلومة، ما ثمش اتصال، قساء مش قساء، مات. قال ماتت قلوبكم في 10 أشياء، يعني 10 أدواء 10 أمراض أصابت القلوب. بالله عليكم أيها الأخوة الكرام اسمعوا هالأدواء، وإذا كان عندنا دا من الأدواء نحيوا نداويوا أنفسنا منه. قال عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، ادعيتم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته، ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه، تذكرتم الموت ولم تعتبروا به، قرأتم القرآن ولم تعملوا به ولم تأتمروا بأوامره وتنتهوا عن نواهيه، اشتغلتم بعيوب غيركم ونسيتم عيوب أنفسكم، أكلتم نعم الله ولم تؤدوا حقها وشكرها، قلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، قلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بها. أليست هذه أدواء أماتت قلوب أهل البصرة؟ وربما هي التي أماتت قلوبنا، فعلينا أن نداوي هذه القلوب حتى تعود إلى اتصالها بخالقها. نحن ندعو الإله عند كل كرب وننساه عند كشف الكروب، وكيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال.